الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فمرحبا إخوة الإسلام، مرحبا بكم في لقاء مهم جدا من اللقاءات. هذا اللقاء يتعلق بكل مسلم، بكل مسلم على وجه هذه الأرض لا بد ويجب عليه أن يعرف ويتعرف عن ماذا سنتكلم اليوم إن شاء الله. لقاؤنا اليوم أحبتي في الله يتعلق عن فريضة، أو يتعلق بفريضة مهمة فرضها الله تعالى علينا، ألا وهي فريضة الصلاة، ذلكم الركن العظيم. نتعرف في هذه الحلقة، ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم في موضوع ومسألة الصلاة، لأن هناك مسائل كثيرة في الصلاة تغيب عن أحبتنا، هناك أخطاء يقع فيها البعض، هناك مظاهر غير صحيحة في الصلاة، كل هذا وغيره سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، الحلقة المباركة. لكن في البداية أحبتي في الله، دعونا نتكلم عن أهمية الصلاة في الإسلام. لماذا كان للصلاة أهمية في الإسلام؟ أو لماذا حث الإسلام على الصلاة؟ هل لأن الصلاة هي فقط مجرد طقوس وشعائر نؤديها لله سبحانه وتعالى وينتهي الأمر فحسب؟ أم أن الصلاة فقط هي فرض فرضه الله تعالى علينا فنحن نلتزم بهذا الفرض؟ أم أن هناك فوائد للصلاة؟ حقيقة الإسلام حينما فرض علينا الفروض سبحانه وتعالى فرضها لمنافع، سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لو اجتمع أهل الأرض كلهم جميعا على طاعته فلن يزيد في ملكه سبحانه وتعالى شيئا ولن ينفعه سبحانه وتعالى شيء، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا والعياذ بالله، نسأل الله تعالى المعافاة، على معصية الله سبحانه وتعالى أيضا لن يضره سبحانه وتعالى من ذلك شيئا. إذن مسألة الصلاة المستفيد منها أولا وآخرا هو العبد، هو العبد المسكين، هو المسلم، هو الموحد، هو المستفيد من الصلاة. ولذلك حديثنا اليوم يدور عن فقه الصلاة وبند وعنصر مهم جدا، ألا وهو فلسفة الصلاة في الإسلام. لماذا نصلي؟ أو لماذا نحافظ على الصلاة؟ هل فقط كما قلنا لحضراتكم أنها يعني طقوس وشعائر وفرض فرضه الله تعالى وينتهي الأمر عند هذا أم ماذا؟ لكن في البداية لابد أن نبين مسألة مهمة جدا، وهي أقوال الفقهاء أو حكم تارك الصلاة. ماذا قال الفقهاء في حكم تارك الصلاة؟ لأننا نرى تهاونا شديدا في مسألة الصلاة. كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أهمل وفرط في صلاته وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس. وصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وآخر ما ينقض من هذه العرى هي الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالفعل نحن نعيش هذا التخبط، ونحن نعيش للأسف الشديد مسألة التفريط في الصلاة من كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض لا يصلي إلا الجمعة، والبعض الآخر يصلي أحيانا ويترك أحايين كثيرة، والبعض للأسف الشديد لا يصلي حتى الجمعة. هذه مسألة في غاية الخطورة، لأن الفقهاء، فقهانا الأجلاء، يعني اختصار كلامهم إن تارك الصلاة يدور بين حكمين. خلاصة الكلام إن تارك الصلاة يدور بين حكمين. لو كان تركها عامدا لفرضيتها، يعني بقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، ربنا ما أوجبش الصلاة، الناس اللي بتصلي دي ناس يعني متخلفة زي ما بنسمع الدعوات للأسف الشديد، أو الناس اللي بتصلي بتروح المساجد كذا كذا، ده والعياذ بالله ناكر لفرضية الصلاة وجاحد لها. طب حكمه إيه؟ حكمه الكفر باتفاق الفقهاء، لأنه هذا إنسان جحد فرضا معلوما من الدين بالضرورة. القرآن الكريم قال في آيات كثيرة تربو عن 60 آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
يعني أنت حينما تقرأ أول سورة البقرة من أوائل سور القرآن الكريم، أول سورة بعد سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. نستقبل هذا الاتصال. نهى، السلام عليكم. ألو، وعليكم السلام. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أي تفضلي أيوة، يا أختي. السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال. حينما نقرأ في أول سورة البقرة نجد قول الله سبحانه وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وأنت تمشي مع القرآن واحدة واحدة من أوله إلى آخره تجد الآيات الكثيرة التي أمرت بالصلاة، حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا صريحا لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى نقاش. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى أي صلاة العصر، وقوموا لله تعالى قانتين. هذا أمر رباني، ومع هذا الأمر الرباني الكثير برضو لم يحافظ على صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه لو كان هناك رئيس يرؤسه في مكانه ومصلحته وعمله لانقاد إلى هذه التعاليم. هو يتبع لوائح التعاليم في شغله وفي عمله. لو والده نفسه يأمره بشيء ينفذ هذا الأمر، لو لو لو، فما بالك والمولى سبحانه وتعالى هو الذي أمر، ما بالك والخالق سبحانه وتعالى الذي هو الذي أمرك، فقال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله تعالى قانتين. إذن حكم تارك الصلاة يدور بين حكمين: إما الكفر والعياذ بالله، وذاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نستقبل هذا الاتصال. أخت نورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. ألو، تفضلي، سامعك. ألو، سامعك يا أختي، تفضلي. للأسف الشديد انقطع الاتصال. ايه حكاية الاتصالات النهاردة؟ طيب يعود بالاتصال إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، هذا أمر. إذن الفقهاء اختلفوا في مسألة حكم تارك الصلاة، باتفاق أن قلنا من تركها يعني إنكارا لها ولفرضيتها ده كافر، وذاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب الحكم الثاني باختصار شديد هو الفسوق والمعصية. إنسان فاسق وعاصي، ده من ده؟ ده الذي يتركها تهاونا وتكاسلا. معنا اتصال الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ تفضل يا أخي، تفضل. حضرتك عاوز أسألك عن بالنسبة للمسجد قريب علي. نعم؟ في مسجد قريب علي. في ايه؟ مسجد ده. مسجد؟ جامع يعني. ايوه خير. ايوه خير. طبعا دي الله اعلم، ما اعرفش هل تحضر فلوس حرام او حلال عمل به. ايوه. هل يجوز فيه الصلاه عادل؟ هو الضم للاوقاف الجامع. تمام. هل يجوز فيه الصلاه او ما تجوزش؟ حاضر، ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله في آخر الحلقة. ماشي، جزاكم الله خير. طيب الحكم الثاني لتارك الصلاة. طيب نتفضل. ماشي، تفضل. أم ريم، يا مرحبا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك بس اللي لو حد كان مش ملتزم في الصلاة قبل كده وبعدين ربنا هداه يعني والتزم، فالصلاة اللي فاتت يعني يعوضها إزاي؟ حاضر حاضر حاضر، ماشي، تسمع الإجابة إن شاء الله. حاضر، جزاكم الله خير. الحكم الثاني يا أحبتي في الله لذلك الصلاة هو كنا الفسوق والمعصية. إنسان فاسق وعاصي اللي هو تركها تهاونا وتكاسلا، اللي هو ما أنكرهاش ولا حاجة، لكن هو بيصلي مرة ومرات لأ، فده فاسق والعياذ بالله. ده مختصر شديد عشان ما نطولش بس إيه في الجزئية دي. أنتقل بقى الجزئية مهمة جدا، زي ما قلت لحضراتكم، ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة؟ لماذا فرض الله تعالى عليه الصلاة؟ هل فرضها ليعني ليشغلنا بها أم يجهدنا بها أم لا؟ الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة لنفعها،
لأن العبد هو الأول والأخير، هو المستفيد من الصلاة. إزاي الكلام ده؟ طيب، هذا الكلام يتلخص في جزئية مهمة جدا من أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يحزبه أمر ويفزعه أمر صلى الله عليه وسلم، كان بيتضايق في مشكلة بيتعرض لها أي من هذا القبيل، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على طول يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة. أما النهاردة إحنا ما شاء الله إحنا بنقول ريحنا منها يا بلال، لا، أرحنا بها يا بلال. يبقى كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كما يقول الحديث الشريف. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعلمنا في الحديث ده إن قد إيه الصلاة بتزيل الهموم، قد إيه الصلاة بتحل مشاكل كتير، قد إيه الصلاة الإنسان بينتفع بيها. يا جماعة النهاردة لو بصينا في واقع بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هنجد مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى، والمشاكل ده بتصل في الآخر إلى الطلاق. بيوت كثيرة مهددة بالطلاق، ومشاكل كثيرة على أتفه الأسباب. دعني أصارحك القول وأقول: أهم شيء أوصل البيت إلى هذا الحال هو ترك الصلاة والتهاون في الصلاة. لو وجدنا أبا يلتزم بالصلاة، يا مرحبا استاذ السيد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. مرحبا بك. مرحبا استاذ السيد، تفضل. حضرتك بس عايز نعرف اداب الصلاه. اداب الصلاه؟ اه. حاضر، تسمع ان شاء الله. حاضر، جزاكم الله خير. اذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الصلاه بتحل مشاكل كتير. يجي القرن الحديث او العصور الحديثه دهيت، ويجي الإعجاز العلمي يثبت للإسلام مدى صدق النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا جماعة، ده من فلسفة الصلاة في الإسلام، أبحاث ودراسات أقيمت في غير بلاد الإسلام على أهمية الصلاة، وفي الآخر اكتشفوا في الأبحاث ديت أن الصلاة مهمة جدا لعلاج الأمراض. تخيل، الصلاة مهمة جدا لعلاج كثير من الأمراض، الأمراض المزمنة، خشونة الركبة وما شابهها والروماتيزم وغيره، الدورة الدموية. يا جماعة، أنت حينما تقوم لله سبحانه وتعالى في صلاتك بكل طمأنينة، بكل طمأنينة وبكل خشوع كما أمر الإسلام، وتؤدي الصلاة على حسب قوله تعالى: أقيموا الصلاة. وشوف كلمة أقيموا، يعني محتاجة منك أن أنت فعلا تقيم الصلاة ولا تنقرها نقرا كما يفعل البعض. يبقى أقيم الصلاة، أقيمها بخشوعها، بهيئتها الصحيحة، بأقوالها الصحيحة، بالطمأنينة، وأقيموا الصلاة. يجي يقول لك إن الصلاة ديت، الإنسان حينما يقيم الصلاة إذا مثلا تحرك ما بين الركوع والسجود، فإن الدورة الدموية تعمل بشكل رهيب لن تجده في أي جيم رياضي. تخيل، روح بقى أي جيم كده وأعمل أي رياضة، لن تجد النفع الذي هو موجود في الصلاة حينما تركع ركوعا صحيحا، كما كان صلى الله عليه وسلم يركع حتى لو صب الماء على ظهره الشريف لاستقر. الحديث يقول لك كده، ان سيدنا النبي حينما كان يركع يستوي ظهره، حتى انك لو صببت الماء على ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الماء يستقر من شده استواء. ده يعلمك ان انت بتقيم الصلاه اهو، حينما تسجد سجودا فيه اطمئنان، كل هذا بيساعد على عمليه تنشيط الدوره الدمويه. وحينما تنشط الدوره الدمويه، ده الجماعه الاطباء بيقولوا لنا كده، بيأكدوا صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تنشط الدورة الدموية تصل إلى الدماغ، ومعلوم إن الدماغ دي أعلى مكان في الجسم، الدماغ ده أعلى مكان في الجسم، يعني فوق مستوى القلب. عشان كده الوقت المهم جدا لإيصال الدم إلى الدماغ من عن طريق القلب حينما تكون ساجد لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واسجد واقترب، واسجد واقترب. إذن في السجود الاقتراب، في السجود النفع، في السجود الصحة، في السجود العافية. ولذلك يا جماعة بيقول لك يعني كل انحناء، كل انحناء دائما بيحط من صاحبه. لو انت جيت انحنيت لواحد او كذا او كذا او كذا، ده غالبا بيبقى فيه شيء من الأقلية او الدنية، الا الانحناء لله سبحانه وتعالى والسجود لله سبحانه وتعالى فهو يرفعك. واسجد واقترب. يجي الأطباء يقولون حينما يسجد، تفضل الأخت نادية، تفضل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اختي. يا حضرتك يا شيخ. يا مرحبا، اهلا وسهلا. عندي سؤال بس. اتفضلي. طيب، هو بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. جميل. جميل. وان هي بتهدي الانسان الى الصح يعني، وان هو ما يعملش حاجات مش كويسه. مظبوط.
مظبوط. طيب انا عايز اعرف اسال من حضرتك، يعني انا في ناس بتصلي وحجت ومع ذلك بتجلم ظلم ظلم وطغيان وجبروت يعني بطريقه مش ممكن، عايز اعرف ده موقفهم ايه. حاضر يعني حاضر كده. حاضر حاضر، وصل السؤال ان شاء الله تسمعي باذن الله. حاضر، جزاكم الله خير استاذ نادر، تفضل. شكرا. تفضل. الأطباء يا جماعة يجوا يقولوا لنا حينما يسجد الإنسان على ناصيته أو بناصيته، يعني على جبهته أو بجبهته على الأرض، إيه اللي بيحصل هنا؟ قال لك سبحان الله، الإنسان فيه شحنات كهربائية موجبة وسالبة، أنت جواك الموجبة عايزة تطلع، تطلع على فين؟ على السالبة في الأرض، فده أنسب وقت إن سبحان الله جسمك من خلال الناصية مقدمة الرأس يفرغ هذه الشحنات بطريقة يعني يعلمها الأطباء، يفرغ هذه الشحنات ويأخذ شحنات أخرى، ده من خلال عملية السجود يا جماعة. إذا دي فلسفة للصلاة في الإسلام. طيب إذا إحنا كده عرفنا إن 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 الصلاة بمثابة تمارين رياضية لن تجدها في أي مكان آخر، لكن شرطة إيه؟ أن تقيمها إقامة يعني إيه؟ إقامة شرعية مضبوطة. لا تستعجل في صلاتك، لا تنقرها نقر الغراب، إنك أنت حينما تسجد تكون أعضاءك منفتحة ومنبسطة، ترفع ذراعيك عن الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم في حالة السجود، لا يقع أحدكم في صلاتك إقعاء الكلب أعزكم الله كما قال صلى الله عليه وسلم، إنك أنت تجافي بين عضديك وبين جنبيك، إن أنت يستوي ظهرك في الركوع، إن أنت حضرتك عندك الطمأنينة والتريس في الصلاة وتعي ما تقول، لأن الخشوع في حد ذاته بيجعلك دائما وأبدا يعني في غاية القوة، في غاية السعادة، إن أنت بتأخذ مصدر قوتك ومصدر عزك ومصدر نجاحك في هذه الحياة من خلال الصلاة يا جماعة. عشان كده مثلا في كلمة جميلة بتتقال، إذا لم يكن أول قراراتك هو أن تستيقظ لصلاة الفجر، اللي هي بداية الصلوات الخمس، حينما تستيقظ لصلاة الفجر، إذا لم يكن أول قرار لك حينما تنام على الوسادة أن تستعد لتظبط المنبه، لتنبه على من ينقذك، إذا لم يكن أول قراراتك هو أن تستيقظ لصلاة الفجر فلا داعي لباقي أخذ القرارات، لأن اليوم بدأ بفشل، لأن اليوم بدأ بفشل، فنريد أن ننجح، نريد أن يكون يوم كله يعني نجاح ونشاط. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل بيعلمنا المعنى ده يا جماعة، عشان نعرف بقى قيمة الصلاة يا جماعة، خاصة صلاة الفجر يا جماعة. يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ إن الشيطان يعقد على قافية رأس ابن آدم إذا هو نام ثلاث عقد. كل ما لما يجي العبد بالليل ينام آخر الليل عايز ينام النومة بتاعته آخر الليل، الشيطان بيجيله ويعقد على قافيته أو على رأس قافيته ثلاث عقد، يعني عقد معنوية الشيطان بيعقدها، ويجي الشيطان يقول له عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، يعني كده كده أنت مش هتصحى، لا هتصلي فجر بقى ولا قبل الفجر ولا قيام ليل، ولا هتصحى بعد طلوع الشمس، وأنت لو صحيت بعد طلوع الشمس عشان تصلي صلاة الصبح خلي بالك يا أخي في الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أن هذا الرجل بال الشيطان في أذني. إحنا طبعا مش عايزين القصة دي، فيجي سيدنا محمد يقول لك الشيطان بيعقد ثلاث عقد على قافية رأس العبد إذا هو نام، ويقول عليك ليل طويل فارقد، يعني مش هتقوم تصلي خالص إلا بعد طلوع الشمس. يجي النبي يقول لك فإذا قام العبد وذكر الله، يعني قام قبل صلاة الفجر أو قايم لصلاة الفجر أو لصلاة الصبح قبل طلوع الشمس، يصلى في الوقت بتاعها الشرعي قبل طلوع الشمس، فإذا قام العبد وذكر الله النتيجة انحلت عقدة، الله أكبر، أول عقدة انحلت أهي. فإذا توضأ استعد بقى للصلاة، أول شيء في الصلاة الوضوء، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى أي صلاة بقى نافلة يصلي الفرض، فإذا صلى انحلت الثالثة. أنا عايز النتيجة إيه بقى؟ سيدنا النبي يقول لك فأصبح طيب النفس نشيطة، وده اللي احنا بنقوله يا جماعة في الصلاة، أصبح طيب النفس نشيطة، تلاقيه طول النهار ما شاء الله نفسه راضية مطمئن، ما فيش أي مشكلة تأثر فيه، هو يستطيع بفضله يحل أي مشكلة. ليه؟ لأن استمد قوته من المولى سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. أنت قمت لله بتقول له يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم لما كان يجي له رجل يعني يقول له أوصني يا رسول الله، يجي النبي يقول له أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي كتير على قد ما تقدر، لأن دي هتحل لك مشاكل كتير. فيجي حضرتك لما تيجي تصلي الشيطان بقى تتحل العقدة، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة فأصبح طيب النفس نشيطة.
طيب ده الانسان اللي هو قام وصلى وذكر الى اخره. طب اللي ما قامش ولا صلى ولا اي حاجه اللي هو الشيطان انتصر عليه. والا النبي يقول لك ايه؟ والا اصبح خبيث النفس كسلانا، تلاقيه طول النهار والعياذ بالله هو مش راضي، في مشاكل في بيته، الاولاد عاملين مشاكل، مشاكل مع الزوجه، مشاكل مع الجار، مشاكل في العمل. ليه يا جماعه؟ لان ربنا قال لنا كده في القران الكريم، قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اقرا القران الكريم، فمن اتبع هداي، طول ما انت مع شرع ربنا، طول ما انت مع اوامر ربنا، طول ما انت ملتزم مع الله سبحانه وتعالى لا تشقى ابدا. ده في الدنيا مفيش مشاكل ان شاء الله بفضل الله، ارحنا بها يا بلال. في الاخره لن تضل ولن تشقى ولن تحشر اعمى كما تقول ايات، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ها، الذي يعرض عن الصلاه فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى مهم جدا، مهم جدا يا جماعة، وأنا قايم أصلي في صلاة الفجر، إن أنا أحتسب هذه المعاني الطيبة، إن أنا أحتسب مني في جلال الله سبحانه وتعالى. لذلك في كلمة جميلة بقولوها: لماذا وقت الفجر هو يعني أفضل الأوقات نسيما؟ ليه ليه ليه؟ وباللحظ الأخت ولاء اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا أخت ولاء اتفضلي. كان عندي سؤالين كده. اتفضلي. هو أنا لما بقوم أصلي قيام الليل ما بقومش إلا في قرآن الفجر، هل ده بيتحسب قيام ليل؟ ان شاء الله. ان شاء الله بيتحسب قيام ليل. قيام الليل يجوز ولو ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم: من قام لله ولو ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين. وده احسن الاوقات خلي بالك، وافضلها، لان ده الثلث الاخير من الليل حينما يتنزل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك ويثبتك ان شاء الله. قران الفجر بيبقى شغال يعني. وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، القراءه والذكر والصلاه في هذا الوقت اللي احنا حاليا يعني بيبقى الاذاعات شغاله فيه على قران الفجر حاليا، ده افضل الاوقات على الاطلاق، افضل الاوقات ان شاء الله ربنا يتقبل باذن الله. ماشي كمان. جزاكم الله. طيب إذا يا جماعة مسألة صلاة الفجر، يعني سئل أحدهم لماذا نسيم الفجر هو يعني أفضل النسيم، أفضل وقت تشم فيه عبق النسيم والجو الهادئ الجميل ده هو صلاة، هو ساعة وقت الفجر. قيل لماذا؟ قال لأنه خلى من أنفاس المنافقين. ما فيش منافق بيصلي الفجر. سيدنا النبي اللي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة، أثقل صلاة على صلاة على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء. فلذلك اللي بيقوم لها دايما الانسان اللي هو قريب من ربنا، الانسان اللي بخاف من ربنا، الانسان اللي هو يعني والحمد لله ليس فيه ايه خصله من النفاق، فتلاقيه بيستفيد. يجي الاطباء يقول لك في استفاده فعلا، لانه فعلا افضل وقت وافضل نسيم تشمه جسمك وافضل هواء يدخل جسمك في هذا الوقت، سبحان الله بيحل مشاكل كتير قوي. قال لك سبحان الله يحل مشاكل الامراض اللي احنا ربنا عافينا بنسمع عنها، السرطانات وغيرها وغيرها. نسيم الفجر يا جماعه ده هي دي فلسفه الصلاه في الاسلام. طيب الاخت ولا اتفضل. كان معايا كمان سؤال يا حضرت الشيخ. اتفضل. هو انت لو ظلمت حد وعارف ان انت ظلمته، بس بعد ما ظلمته ظلم جامد، بعد ما ظلمت ندمت واستغفرت ربنا وبتصوم وبتعمل كل حاجه حلوه، بس انت ظلمت الشخص ده ظلم جامد، هل يعني ممكن ربنا يسامحني بعد ما ظلمته، ولا لازم الظلم ده يترد لي لما انا ظلمته؟ لازم نفرق. وصل السؤال. لازم نفرق يا اخت ولاء بين الظلم، الظلم بينك وبين الله سبحانه وتعالى يغفره الله سبحانه وتعالى، لكن الظلم بينك وبين العبد ده لو ظلم يعني مادي اخذت حقه، لابد وان ترجع هذا الحق، لابد وان ترجع عشان تكون التوبه مقبوله ان شاء الله والصلاه صحيحه، ويجي الشيطان ما يسرحش بينا ان شاء الله الصلاه صحيحه. بس احنا نوره اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اخت نوره. اسمعك. انا عايزه اسال، هو صح دعاء الفجر مقبول؟ دعاء الفجر مقبول؟ اي نعم. ماشي، جزاكم الله خيرا، اللهم تقبل يا رب العالمين. بنقول يا جماعة يعني فعلا وقت الفجر ده فلسفة للصلاة، هي إن هي يعني وقت ما شاء الله جميل جدا يستطيع الإنسان من خلاله. وحتى قال لك إن سبحان الله في وقت الفجر مع بداية أوقات الصلاة يا جماعة، في مادة في جسمه اسمها الكورتيزون أو حاجة زي كده،
بتنشط في هذا الوقت ماده النشاط للجسم والحيويه للجسم. عشان كده بقول لك يا جماعه، يعني ناس كتير بتجيلهم جلطه والعياذ بالله، او سكته قلبيه او نوبه، او بيموتوا في اخر الليل، في اخر الليل بالذات. ليه؟ هتلاقيهم مثلا ما قاموش في هذا الوقت، لان الجسم محتاج، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك بقى اهو، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. انت بتقوم مع الفجر، مع صلاه الفجر ديت، الجسم عايز هذا الوقت، عايز هذا النشاط، يجي الماده ديت تفرز وجسمك وحركتك تساعدك. طب انت ما قمتش، ما عملتش، يبقى انت معرض لاي خطر، معرض لاي مشكله. يجي احنا لو التزمنا التزام كامل بمواقيت الصلاه اللي ربنا فرضها علينا، برضو هنجد بين الفينه والفينه وبين الوقت والوقت فلسفه للصلاه. يعني حتى اخر صلاه، اخر صلاه اللي هي صلاه العشاء، الانسان محتاج ينام، محتاج يريح بعدها. يجي جسم الاطباء يقول لك كده، يجي جسم يفرز ماده معينه اسمها ماده بقى ايه، الهدوء، ماده الاسترخاء، ماده الجسم عايز يستريح بعدها. دي بقى ايه؟ ديت فلسفه الصلاه في الاسلام. طيب لو انتقلنا يا جماعه لجزئيه تانية مهمه من الصلاه. الاخت ام علي اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت دلوقتي انا عندي اربع صبيان وبنت. المهم يعني الحمد لله ربنا كرمنا وكده، فايه يعني كل شهر مثلا بديهم حاجه. هل البنت دي تاخد زي الولاد ولا الولاد ولا تاخد زي الورث؟ البنت عايزه تديها زي اولادك في العطيه؟ وانا عايشه في العطيه، ولا تاخد زي مثلا نصهم؟ لا، المراز، المراز ده حاجه ام علي، المراز ده حاجه، وانك تدي حاجه تانية. تدي ديت لها اخ، المراز، المراز ده ربنا سبحانه وتعالى نص عليه للذكر مثل حظ الانسان بعد عمر طويل ان شاء الله، ده معروف. لكن انت اللي بتديه وانت عايشه وانت موجوده، ده إيه اسمه؟ ده اسمه عطيه او هدايا. بنحاول نعدل بين اولادنا ان قدرنا. طب ما لقينا ولد ظروفه تعبانه، ولد كويس، البنت متجوزه مش محتاجه، البنت موجوده مع امها مش ناقصها حاجه، خلاص ما يلزمش ان انا اديها زي الولد، طالما هي متراضيه، طالما هي متراضيه. لكن الا المراس، المراس دوت ده في الاخر ده معروف. لا ده هو مش مراس، ده عطيه. ما عنديش ادنى مشكله طالما بالتراضي وبالاتفاق، والبنت مش محتاجه زي الولد اللي محتاج دوت، ما عنديش ادنى مشكله ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. اتفضلي نادي. الو اتفضلي اسمعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايوه يا شيخ، بقول لحضرتك الانسان لما بيكون مظلوم، تمام؟ ايوه. بيدعي وبيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كفى بالله حسيبا، كفى بالله وكيلا، ونعم بالله. في ناس بتقول لك ان الانسان يدعو ويقولوا ايه، اللهم انتقم مثلا من فلان اللي ظلمني، اللهم وارني فيه، فهل هذا صح؟ لا طبعا. يعني معلش برضه بقول لحضرتك يا شيخ قبل ما تقفل، اتفضلي. حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال الاولاني، الناس اللي هي بتصلي وبتسلم دي. حاضر حاضر، هنجاوب حاضر ان شاء الله. ما موقفها؟ الاخوه بس يقولوا لنا فضل قد ايه في البرنامج، عشان ان شاء الله في اخر خمس دقائق هنجيب ان شاء الله. الاخوه في الكنترول يقولوا لنا فضل قد ايه. طيب في اخر خمس دقائق ان شاء الله هم يخبرونا، وان شاء الله هنجاوب في اخر خمس دقائق ان شاء الله. طيب حاضر حاضر ان شاء الله. يا جماعه سبحان الله، ما فيش أجمل من أنك تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. من كان الله تعالى معه فمن عليه؟ من عليك؟ إذا كان الله عليك بقى فمن معك؟ وربنا مش هيكون معك إلا إذا كنت معاه، إلا إذا كنت مع ربنا. مع ربنا إزاي؟ مع ربنا أهم حاجة بعد الشهادتين، بني الإسلام على خمس، وإحنا حافظين الحديث ده وإحنا صغيرين بس ما بناخدش بالنا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. يجي بعد الشهادتين يجي إقام الصلاة. ده النبي يقول لنا كده، إن الإسلام بني وأسس، ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك كان أول شيء العبد بيحاسب عليه في قبره عند دخول القبر الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد في قبره الصلاة. الأخت رضوى اتفضلي. أيوه اتفضلي يا أخت رضوى. للأسف انقطع الاتصال. طيب يبقى أول ما يحاسب عليه العبد في قبره الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن صلحت صلح سائر العمل، إن فسدت فسد سائر العمل. يبقى لازم لازم يا جماعة الصلاة ده لازم نظبط الميزان بتاعها. فعش ما فعش. أنا إزاي أنا بستغرب يا جماعة والله من عبد مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنسان متدين، إزاي ينام آخر الليل وهو عليه صلاة؟ إزاي؟ كيف يهدأ بالك؟ إزاي؟ أنت تضمن عمرك؟ لا تضمن.
قد تنام ولا يوقظك الا ملكان يحاسبانك. اتفضلي يا اخت رضوى. اتفضلي يا اخت رضوى. لا اسمعها اتفضلي. انقطع الاتصال. يبقى في اخر الليل لازم تحاسب نفسك. انت النهارده يعني معلش لو في حق عليك او لو انت مثلا قصرت في الشغل بتاعك والعمل بتاعك والصفقات بتاعتك والربح والتجاره وما الى ذلك بتبقى زعلان ومهموم وممكن ما يجيلكش نوم، ممكن ما يجيلكش نوم ولا تهدأ بنوم ابدا، وتفضل تفكر ليه انا خسرت، طب ليه ده ظلمني، طب ليه خد مني ده الى اخره. طب انت ما بتحاسبش نفسك ليه وانت مع اقوى علاقه مع الله سبحانه وتعالى؟ الصله يا جماعه اللي بينك وبين الله. نعم ام علي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك عايز اسال في ظلم وقع عليا في ناس قرايبي ظلموني في شهر رمضان، راحوا قعدوا في مكان في التراب وقالوا ان احنا رحنا للشيخ وانت فرقتي ما بيني ما بين سلفتي وجثه وحصل طلاق، انت السبب يعني، وحاطين يعني افتروا عليا، راحوا التراب وافتروا عليا وقالوا احنا كنا عند الشيخ والشيخ قال ان انت وحشه وانت اللي بتفرقي ما بيننا وانت اللي بتعملي. فعايز اعرف حكم يعني ربنا ادعي، او انا على طول بقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا سيدتي الفاضله يا ام علي، انت ادرى بحالك وان قال عنك الاخرون ما قالوا. انت 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 طالما ما ظلمتيش ومتاكده من كده ما يقولوا براحتهم، الحمد لله ما يشغلكيش يا اختي الفاضله. ما دمت مطمئنه لحالك ولم تظلمي سيبك بقى من اللي قالوا يدعوا ما يدعوش، لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا دعوه المظلوم. سبحانه وتعالى يقبل دعوه المظلوم ويقول وعزتي وجلالي انصرنك ولو بعد احلك. انت ما انتش مظلومه على كلامك ده، انت ما انت الظالمه، انت انت مظلومه اعتقد، فما تشغليش نفسك بهذا الامر. يبقى يا جماعه مساله الصلاه انك تكون مع الله سبحانه وتعالى ده اجمل علاقه. عشان كده الصلاه من اسمها نعرف، دي فلسفه الصلاه برضو يا جماعه، من اسمها نعرف الصلاة يعني الصلة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم من معنا؟ أم علي تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يوسف. أم يوسف تفضلي. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا عايز أسألك دلوقتي على الصلاة بعد الساعة 9، يعني أنا عايز أصلي قيام الليل من بعد الساعة 9. جميل. يجوز؟ يجوز إن شاء الله قيام الليل. يا جماعة احنا السؤال كده بناخده معانا بالمرة، الصلاة بعد صلاة العشاء على طول بيبدأ معانا قيام الليل. ده القيام الليل، الليل مقسم لثلاث اثلاث، الثلث الاول، الثلث الاوسط، الثلث الاخير او نصف الليل. الثلث الاول ده من بعد صلاه العشاء تقريبا الى الساعه 12 تقريبا دلوقتي في المواقيت الحاليه. نصف الليل من 12 تقريبا للساعه 2، من 2 لغايه صلاه الفجر ده الثلث الاخير، وده افضل الاوقات. وكله قيام ليل يا جماعه، اهم شيء نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. كله على قدر استطاعات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما حدش بيقول لك يا اختي لازم تقومي قبل الفجر او في الثلث الاخير، انت عندك ظروفك تعبانه، الاولاد الى اخره. يبقى قبل ما تنامي توضئي وصلي ولو ركعتين. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ان العبد لو اتطهر قبل ما ينام كل ما هو نايم او كل ما يتقلب وهو نايم كده ملك يغفر له يقول اللهم اغفر له فانه بات طاهرا. يا سلام بقى لو جمعنا مع الطهاره دي ان احنا نصلي ركعتين لله، او خلينا اخر صلاه لينا بعد صلاه العشاء في النوافل هي صلاه الوتر زي ما بقى، اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا ونمنع على كده بقى. اتفضلي اخت ولاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي استفسارين لو سمحت. اول استفسار فضل. انا لما بقوم من النوم يعني على حوالي الساعه 7 او 8 بصلي الصبح لصلاه الفجر، هل تنفع ولا ما تنفعش؟ بتصلي صلاه الفجر بعد الساعه 8؟ يعني للأسف. دي تنفع ولا ما تنفعش؟ لا ما ينفعش للاسف، لان ديت اصبحت قضاء فائته، وده ما ينفعش بحالك مع ربنا سبحانه وتعالى. احنا سائلين ذاك شيطان، ذاك انسان بال الشيطان في اذني، وانت مش حابه كده طبعا. لا ان اصلي قبل طلوع قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس. الاستفسار الثاني لو سمحت، انا على طول زهقانه ونفسيتي تعبانه، ورحت للشيوخ وكشفت عن الدكاتره كلها، فهم بيقولوا لي حاله نفسيه، ورحت للشيوخ في واحد قال اللي انت مخطيه على السحر ومش عارفه ايه، فانا مش عارفه هو ده. يا اختي ولا يا اختي ولا انت سؤالك فيه الجواب. انت قلت انا بتصلي دائما، اللي انا فهمته ان انت مقصره في الصلاه وبتصلي بعد طلوع الشمس. ده السبب، النتيجه بتاعته ان انت التخبط اللي انت فيه والمشاكل والهموم والغموم. عشان كده يا جماعه ابدا والله لو اصلحنا ما بيننا وبين الله واتبعنا والتزمنا مع الله، والله العظيم لن يستطيع احد ان يضرنا. وخاصه لو انت قلت اذكار الصباح بعد صلاه الفجر، واذكار المساء مع صلاه المغرب او بعد قبل المغرب او بعد صلاه المغرب، ابدا ما تقلقش من كل هذه الامور. يعني ما فيش سحر ولا حاجه يا شيخ؟
شيخ يعني ما فيش اي سحر ولا حاجه؟ اعتقد والله اعلم ما فيش. اعرض نفسك برضو على شيخ راقي يتقي الله ويرقيك ويقول لك لو في حاجه زي كده. ما فيش مشكله خالص، لان القران كله شفاء. لو في حاجه عندك ان شاء الله هتبان مع القران الكريم. جزاكم الله تعالى خير. طيب كنا بنتكلم يا جماعه عن الصلاه، انك مع الله سبحانه وتعالى. اذا كان الله معك فمن عليك، واذا كان الله عليك فمن، اذا انت قطعت الصله التي بينك وبين الله فمن سيصلك؟ لو انت فرطت في صلاه، في صلاتين، في ثلاثه، في كم صلاه، انت كده قطعت الصله يا حبيبي، الحبل الذي يصلك بالله سبحانه وتعالى. لا تلومن الا نفسك، لان الصلاه صله. لو انا كنت قريب مع الله، من كان الله معه بقى، ولن يكون معك الله الا بالصله التي بينك يا جماعه. سيدنا النبي لما اعرج به صلى الله عليه وسلم من الارض الى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، رجع باجمل هديه اللي هي الصلاه. الاخت حنان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، اتفضل. انا ليا اخت حضرتك، هي توفاها الله، بس هي قبل ما تموت حضرتك، انا يعني هي اخذت منها فلوس يعني بدون علمها. نعم. وهي توفت. لها ورثة؟ نعم. لها ورثة؟ لا. ملهاش ورثة؟ لا لا، ملهاش الا انا. هي كانت مسامحاكي ولا ما كانتش متأكدة من الحتة ديت قبل ما تموت؟ مسامحاني. كانت مسامحاكي؟ ايوه. ما دام كانت مسامحاكي وانت كنت في حاجة للمال لا حرج ان شاء الله. ما كانتش بس انا اخذت الفلوس دي، ولما انا ضميري انجبني انا صرفتها عليها تاني. صرفتها على مين؟ على هي؟ اه انا صرفتها عليها. طب خلاص بقى، انا جبت لها دكاتره واديت لها طيب عادات. منها واليها عاد، ما فيش حرج ان شاء الله. بس انا ضميري بيأنبني ونفسي يعني. لا لا لا، ذاك وسواس الشيطان، ودي تقوى وايمان. ربنا يبارك لك ويثبتك يا رب. ده ما شاء الله يعني حراره الايمان جواكي. لا ابشري ان شاء الله، ابشري ما فيش ادنى حرج عليك ان شاء الله. اتفضلي يا اخت رضوى. هي الاخت رضوى الاتصالات كلها ما شاء الله على الاخت رضوى. اتفضلي يا اخت رضوى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. عندي بس استفسار كده. اه. ايوه. مش وقت. لا انا مش سامع كويس. الو؟ اتفضلي. بقول لك كان بصلي والحمد لله يعني ما بيخدنيش وقت. ايوه جميل اسمعك ماشي. بس انا مخطوبه وخطيبي يعني ما بيصليش. خطيبك ينفع نكمل مع بعض ولا ايه؟ خطيبك ما بيصليش، كارثه يا جماعه. وانا ضغطت عليه كتير وهو وصلت الرساله يا اختي. اختي حنان بتسال خطيبها ما بيصليش وهي الحمد لله بتصلي، ايه الموقف هنا؟ ان انا قدرت اغير فيه واقربه من ربنا واكون ضامنه كده، لان ده هيبقى شريك حياتك خلاص، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. ده زوجك ما كانش كويس وعلاقته حلوه بربنا، اكيد علاقته هتبقى سيئه بيك انت كمان. ده قاعده مهمه، عشان كده بقى اذا جاءكم من ترضون دينه، ما قالش الشقه والفلوس والوظيفه، النبي قال من ترضون دينه. يا جماعه صلاته اسالوا قبل الخطوبه، اسالوا بيصلي ولا ما بيصليش، بيشرب حرام ولا ما بيشربش، قريب من ربنا، عنده اخلاق ولا ما عندوش. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو امر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانت حضرتك ان كنت عارفه نفسك هتغيري فيه وهتقدري تغيري فيه فبها ونعمت ولك الاجر ان شاء الله، واستمري معه. لقيت نفسك ما انتش ضامنه ومش قادره تغيري فيه، يبقى انت لسه على البر من دلوقتي. شوفي ابحثي عن انسان يتقي الله تعالى فيك، حتى اذا يعني غضب منك لم يظلمك، واذا احبك اكرمك كما قال صلى الله عليه وسلم. باذن يا جماعه مساله الصلاه فحش ابدا ان انا اكسل فيها واصلي على سطر واسيب سطر، لان ربنا قال حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله تعالى قانتين. العبد يا جماعه يوم القيامه لن يوفق الى الشهادتين والنطق، يوم ما يموت، اذا مات قامت قيامته، يوم ما يموت العبد لن يوفق ولن يهدى للنطق بالشهادتين الا اذا كان ملتزم مع الله. ما كانش ملتزم مع الله قطع الصله التي بينه وبين الله، لن يوفق لنا. اتفضلي يا اختي ابتسام. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا ابني. اتفضلي. الله يخليك، انا سني 76 سنه. يا ربي ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. ادعي لنا يا أمي كتير. حاجة الصحة والعافية. ربنا يثبتك وادعي لنا كده يا أمي بالله عليك. الله يخليك. اتفضلي. أولاً بقيت بنسى كتير. فحتة الحتة اللي بنساها في الصلاة دي بتزعجني نفسياً. جميل. فمش عارفة. بص يا أمي. أيوة. ما سمي الإنسان إنساناً إلا لأنه ينسى، خاصة عند كبر سني. فأنت بتنسي، ده طبيعة في الإنسان.
ما تلتفتيش ما تلتفتيش ما دام نسيها، لان النبي قال رفع عن امتي، شوف رحمه الاسلام بقى وجمال الاسلام وعظمته، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. النسيان ده لا حرج يرفع عن عبد ان شاء الله، حتى لو انا نسيت فرض كمان. تخيلي يعني واحد نسى فرض من الفروض، نسى اربع دقائق. طيب الاخوه بيخبرونا ان خلاص اوشك الوقت على الاقتراب. كان معانا كده كام سؤال. الاخ احمد في الاول سالنا عن حكم الصلاه في المسجد اللي هو المغتصب او المبني او المقام باموال يعني لا يعرف من اين اتت او يعني في مصدر مشبوه او مثل هذه الامور، حكم الصلاه في ايه؟ يا اخي احنا لم نؤمر ان نفتش عن قلوب الناس، سيدنا النبي علمنا ناخد بظواهر الامور. ماليش بقى انا بقى ادور بقى ده كان شغال بفلوسه كذا عمل بيها كذا. النهارده اصبح المسجد مقام واصبح بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى، قد تقيمه عاهره، قد يقيمه ظالم، قد يقيمه كذا كذا، لكن هو مسجد اقيم خلاص اصبح بيتا من بيوت الله. الذي يحاسب وقد يغفر الله له اللي هو صاحب الامر في الاول، لكن انت بتصلي في عادي ما عنديش ادنى مشكله ان شاء الله سبحانه وتعالى. ام مريم كانت بتسالنا، وام ريم بتقول لنا كانت كسلت في الصلاه في فتره في بدايه حياتها او بدايه التزامها، عايزه تعوض الصلاه ديت، والحمد لله عرفت الصح والغلط وعارفه ان الصلاه مهمه جدا وان ربنا حاسبنا عليها في اول ما ندخل قبورنا الى اخره، وان هي بتفيدنا في جسمنا وكل حاجه جميله احنا قلنا عليها، وللاسف كان نفسي نتكلم اكتر في الحلقه بس الوقت اوشك. عايز تقول عايزه تعوض الصلاه ازاي؟ تعوض الصلاه اللي فاتتها ازاي؟ صلي يا اختي نوافل كتير على قد ما تقدري، التزم بركعتي الضحى، التزم بركعتين ولو من الليل، صلي قبل الصلاه وبعد الصلاه اللي هي السنن الرواتب اللي هي بعد الصلاه وقبل الصلاه، اللي هم ال 12 ركعه النبي قال لنا في من حافظ على 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه، اثنين قبل الصبح اللي ركعتي الفجر، اربعه بعد قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، 12 ركعه نلتزم بيهم ان شاء الله دولت يعني. وبعدين سبحانه وتعالى غفور رحيم ما بنلزمكيش بس بنقول لك حاولي ان قدرتي تصلي سنن كتير صلي عشان تعوض ان شاء الله. كان الاخ سيد بيسالنا، الاخ سيد بيسالنا عن اداب الصلاه. اداب الصلاه دي محتاجه حلقه لوحدها، وكان نفسي نتكلم فيها ان شاء الله نعيدكم بحلقه قادمه نتكلم فيها باستفاضه بقى عن اداب الصلاه وخشوع الصلاه وازاي ربنا يتقبل مني الصلاه وازاي انا اصلي صلاه يعني اطمئن اليها ان شاء الله. دي يحتاج معنا وقت طويل شوي. الاخت ناديه كانت بتسالنا المعصيه مع الصلاه. سؤال جميل جدا، المعصيه مع بيصلي ويعصي ربنا، شاب بيصلي بس يعني بيفعل ذنب معين يفعله كثير من الشباب مش قادر يبعد عن الذنب ده. يا جماعه خلي بالك، خليك ذكي، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. انت بتعصي الله خلاص، انت مغلوب على امرك الى حين ان تجاهد نفسك وتقاوم نفسك وتنخلع من هذه المعصيه مع الوقت ان شاء الله. لن يعينك على الاقتلاع منها او انك انت تبعد عنها الا الصلاه. يبقى يا جماعه ما ينفعش ان انا اسيب الصلاه عشان انا بعمل معصيه. لا، انا ان الحسنات يذهبن السيئات، يعني اصلي والحسنات تذهب السيئات، يعني هذا ما وفق الله تعالى اليه. اسال الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عملنا وتقبل منا جميعا، امين امين. جزاكم الله تعالى خير وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.